وصوني وجبي مثل 40-50 قفص ياخذوه من عندي كامل. بلشت اشتغل وقت داعش بالخياطة وبالشرابة وشغلات، ثم زوجي كان نجا وحداد يشتغل شغل الأقفاص هذه، ثم راح الدكان بوقت داعش فتحول في البيت يشتغل، فتعلمت معاً النجارة وبلشت أشتغل نجارة أشتغل هذه الأقفاص. بعدين طورت نفسي اشتغلت بالديكورات وبالطبلات مال الطعام، اشتغلت بالأول من أبلش أشتغل الأقفاص قمت أشرح على الماكينة، بعدين أفصل على الكتر واشتغل هذه الأقفاص هكذا أربعها وأكملها، ثم أطيلها وترشها وأضع بها البيوت. هذا شغلي كله ما أصنعه، معيشة أطفالي عليها وإيجار بيتي كله منه. تعلم زوجي كان يودي الأقفاص لجماعة السوق فتعلم، فمن يخشعوني أنا فناس دلت الناس فتعلموا من عندي يأخذون كله تمساته.